مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من مساء دي ام سي على شاشه اكسترا نيوز. الليله هي الليله الاخيره من ليالي شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بالف صحه وسعاده وخير. سريعا خلصت ايام الشهر الفضيل وعدت علينا بسرعه. يا رب في ختام الشهر بيحفظ مصر ويحفظ كل اهلها ويعيد علينا هذه الايام مره اخرى بكل الخير والسعاده والستر وراحه البال. كل سنه وحضراتكم بالف صحه سعادة وخير. زي ما تابعنا مساء اليوم، دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر شوال عام 1442 هجرية عقب صلاة المغرب، وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. زي ما مجلس الوزراء أعلن ووزارة الأوقاف أن صلاة العيد هذا العام هتكون وفقا لإجراءات وضوابط احترازية، هتكون في المساجد الكبرى وليست في الساحات بنفس ضوابط صلاة الجمعة، يعني ارتداء الكمامة وأن كل واحد كل مصلي يكون معاه المصلية الخاصة به مع عدم اصطحاب الأطفال. ربنا يحفظكم جميعا وإن شاء الله أيام جميلة بإذن الله نديها مع حضراتكم في أيام عيد الفطر المبارك. في حلقتنا النهارده هنتكلم معاكم عن مجموعه من الملفات، بدايه من افتتاحات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في هيئه قناه السويس وابرز الرسائل اللي اتكلم عنها سياده الرئيس. كمان هنتابع نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجيه العرب بخصوص الاعتداء على المسجد الاقصى والعدوان على غزه، ده بجانب ملفات وقضايا اخرى متنوعه. بس خلونا قبل ما نبدا القصص الاخباريه نروح لموجز لاهم الاخبار. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هيئة قناة السويس وافتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة. شارك السيد سامح شكري وزير الخارجية عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لا سيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد. وجهت وزيرة الصحة والسكان بوضع حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات الملحة، بما يحقق رؤية الوزارة في النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدة حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع أطباء الزمالة المصرية. تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 40,000 طن زيت خام، منها 3,000 طن زيت صويا خام إنتاج محلي و10,000 طن زيت عباد مستورد، ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر أكتوبر 2021. نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار في الكشف عن عدد ضخم من المقابر الصخرية، وذلك في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانا
على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. أعتقد يمكن خبر انخفاض درجات الحرارة ده من الأخبار الحلوة، ونتمنى أن تمتد أو يمتد هذا الانخفاض حتى لأيام العيد. ده كان موجز سريع جدا لأهم الأخبار النهاردة. النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد هيئة قناة السويس وقام بافتتاح عدد من مشروعات التطوير في الهيئة في محافظة الإسماعيلية، كان أبرزها تدشين الكراكة مهاب مميش ورفع العلم المصري عليها، يمنحها شارة البدء في العمل والانطلاق للمشاركة في المشروعات القومية. سيادة الرئيس استمع إلى عرض تفصيلي لعمل الكراكة وأهميتها، بيبلغ طولها 47.4 متر وعرضها 23 متر بعمق 7.7 متر وغاطس 5.5 متر، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة بما فيها الصخرية. خلال هذه الاحتفالية وافق فخامة الرئيس على مشروع توسعة والتعميق بطول 30 كيلو من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162 لمجرى قناة السويس، ازدواج قناة جديدة من الكيلو 122 حتى 132. مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس تكلم عنه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتكون بطول 30 كيلومتر بالإضافة إلى عمل ازدواج جديد في مجرى القناة في منطقة البحيرات الصغرى بطول 10 كيلومتر. طبعا يعني واحنا بنستمع الى هذه الارقام ومن خلال هذه الاحتفاليه ممكن البعض يكون بيسال طب ايه فائده التعميق وليه التوسيع ده، لانه بعد ما تم اجراء ابحاث هندسيه على هذا المشروع واجراء حسابات ومعادلات فنيه لرؤيه مدى تاثير ذلك على عبور السفن وتطبيقها على السفينه Ever Given والتي كانت قد أغلقت مجرى القناة بسبب جنوحها، تم التوصل إلى معادلة أفضل بتغيير مساحتي السطح والعمق هتساعد على تحسين عبور السفن في المنطقة اللي شهدت هذه الوقعة أو هذا الحادث. تعالوا نتعرف مع بعض أكتر عن المشروع وأهمية هذا المشروع من خلال هذه المداخلة مع الأستاذ عمرو الشافعي الخبير الملاحي. مساء الخير يا أستاذ عمرو، وكل سنة وحضرتك طيب وعيد مبارك إن شاء الله. الخير يا أستاذ جاسمين، كل سنة وحضرتك طيبة وكل الشعب المصري بخير. يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون أيام كلها مباركة. في البداية عايزين نعرف من حضرتك، نتكلم عن المشروع اللي وافق عليه فخامة الرئيس النهاردة وهو توسيع وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة وازدواج القناة لمسافة 10 كيلومتر. ممكن حضرتك احنا شفنا في المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الجمهورية كان عقده بعد تعويم السفينة إيفر جيفن، أكيد سيادته كان أشار إن احنا لازم ندرس الموقف ده وندرس أوجه الـ 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 يعني الـ الفوائد اللي احنا ممكن نستفيد بيها من هذه الحادثة اللي أدت لإغلاق القناة لعدة أيام. فالمشروع النهاردة اللي طرح واللي سيادته صدق عليه ده يعتبر نقلة جديدة، نقلة نوعية جديدة في تطوير مجرى قناة السويس. حضرتك احنا كان عندنا القناة الجديدة اللي هي كانت بطول 72 كيلو ودي كانت عاملة ازدواج في المنطقة الوسطى من قناة السويس، كانت اثرت ثمن الرحلة من حوالي 21 ساعة خلته من 10 ل 11 ساعة. النهاردة حصل عندنا مستجد جديد وهو في المنطقة الجنوبية اللي حضرتك اشرت اليها حصلت الحادثة دي، ده في قناة غير مزدوجة أدت لغلق القناة. فدي كانت الفكرة أو المشروع الجديد اللي هنطور بيه المنطقة دي عشان ما يحصلش نتفادى الموقف ده. هل ده معناه إن دي يعني ممكن تكون بمثابة قناة ثالثة؟ طبعا يا فندم، دي هيبقى منطقة ازدواجية جديدة في المنطقة الجنوبية زي ما أشرت لحضرتك. المنطقة دي هتؤدي إن لا في حالة حدوث أي عطل في هذه المنطقة هيبقى عندنا قناة بديلة تانية، القناة ما تقدرش تتوقف الملاحة فيها. حضرتك عارفة طبعا يا فندم إن قناة السويس بيعدي فيها حوالي 19,000 سفينة سنوية. الموقف اللي حصل ده موقف مش موقف يعني مش موقف مش يعني نقدر نقول عليه ده حدث عرضي. لازم ندرسه واستفدنا بيه. قناة السويس لما حصل وقفت 12% من تجارة العالم توقفت صحيح. العالم كله زي ما حضرتك كنت شايفة
بعض المشككين اللي كانوا في فترة من الفترات عن طريق وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والقوى المعادية لمصر كانوا بيشككوا في مشروع القناة الجديدة اللي تم افتتاحها في 2016. طب إيه الأهمية اللي هتضيفها يعني هذا التعميق للمجرى من ناحية الملاحية والاقتصادية؟ يعني إيه اللي بيحققه هذا المشروع الجديد؟ ممكن أزود على كلام حضرتك إن ده مش مجرد تعميق، ده ازدواجية كمان. أولا استقبال الحمولات الجديدة من السفن، والحمولات دي حضرتك انت عارفة ان حضرتك ان اجيال السفن بتتطور كل سنة طبعا، وكل سنة الاعماق بتاعة السفن بتزيد. فانت حضرتك بترفعي تصنيف هيئة قناة السويس لاستقبال الاجيال الجديدة من السفن لمدة 10 سنين لقدام. التطور في قطاع النقل البحري باختصار شديد يا فندم ده تطور شبه يومي. حضرتك بتشوفي النهاردة السفينة اللي كانت بتشيل 10,000 حاوية النهاردة السفن بتشيل 24,000 و25,000 حاوية. ده بيؤدي ان الغاطس بتاع السفن بيزيد، عرض السفن بيزيد. فلو احنا ما واكبناش وكنا عاملين خطوة سباقة ودراسة لمستوى وحركة الملاحة على مستوى العالم ومستوى بناء السفن اللي بيتطور كل يوم، هنيجي في لحظة هنبقى استك، هنقف مش هنقدر نستقبل جزء، ودي هتبقى خساره هتنعكس على الاقتصاد القومي. حضرتك انت عارفه ان قناه السويس من المصادر الرئيسيه للعمله الصعبه في مصر. طبعا لازم نكون على قد المسؤوليه، لازم نكون بنبص لقدام ل 10 وال 15 سنه قدام، ما نجيش تحصل المشكله ونبدا بعد كده نفكر ان احنا نعملها. طب استاذ عمرو، بنسبه كام في المية المشروع الجديد ده بيعالج ان احتماليه تكرار حادث جنوح سفينه البنميه انه يتكرر مره ثانيه وبالتالي يحصل توقف للحركه الملاحيه في القناه مره ثانيه؟ بكام في المية يعني هنتفادى ده؟ اوكي يا فندم، انا هقول لحضرتك باختصار شديد الموضوع ده. هرجع ثاني واقول دي حادثه قدريه، ولكن احنا هنقدر نعالج فيها في المنطقه الجنوبيه في حاله حوادث. ويمكن سياده الفريق اسامه احنا بنشكره على 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 مجهوده ومجهود العاملين بهيئه قناه السويس خلال الفتره اللي فاتت. في بجانب ده في مشروع كان هيئه قناه السويس شغاله فيه برضه، وهو مجموعه من الجراشات زي الباركينج على جانب قناه السويس، بحيث ان اي سفينه ممكن يحصل لها عطل اثناء المرور في القناه اللي ما فيهاش ازدواجيه تقدر تركن او تقف على جانب القناه وتقدر تعدي السفن اللي وراها بمنتهى الاريحيه بدون اي تعطل لحركه الملاحه في قناه السويس. دي هتبقى نسبه كبيره جدا. احكي حضرتك باختصار ان الفتره اللي فاتت في مجموعه من السفن عطلت او الـ 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 القدره بتاعتها على الحركه حصل فيها خلل اثناء عبورها في قناه السويس، ولكن لحسن الحظ دي كانت في الممر المزدوج. السفينه بتروح واقفه على جانب من الجوانب وبتستخدم فما تأثرش على الحركة الملاحية. ما بتأثرش على حركة الملاحة بالظبط. تمام. انت حضرتك كده بتزودي المساحة المزدوجة للقناة، بدل ما هي 72 كيلو هتزودي عليها 30 كيلو، يبقى احنا وصلنا كده ل 102 كيلو مزدوجين. فكلام حضرتك نسبة الوقوف بالنسبة للقناة هتقل بنسبة كبيرة جدا، وده طبعا إجراء دول العالم كله هتتوقف عنده. ولازم حضرتك ان احنا يعني المشروع ده كل دول العالم هتتابعه، لان زي ما حصلت المشكله ودول العالم كانت بتتابع التوقف لقناه السويس، يمكن رب دي من نعم ربنا. انا قلت رب ضاره نافعه في لقاء قبل كده على اكسترا نيوز، ان احنا قلنا ان لازم نستفيد من هذا العمل. هذا العمل ادى ان الشعب المصري نفسه وشباب مصر بالذات يعرف قيمه قناه السويس اللي كان بعض الدول او بعض وسائل الاعلام الخارجيه المشككه. تمام. طب المشروع ده المفروض ان هو هيستغرق تنفيذه 24 شهر، يعني تقريبا سنتين. الشركات المصريه هتشارك فيه، هي اللي هتنفذه يعني بايدي مصريه؟ طبعا يا فندم، وطبعا دي من ضمن الفوائد لمشروع قناه السويس الجديده اللي تم افتتاحها قبل كده. زي ما سياده الرئيس وتوجيهه ان احنا زي ما حصل في مترو الانفاق، مترو الانفاق اول ما بدا المرحله الاولى والثانيه كان تم انشاؤه بايادي او بتكنولوجيا اجنبيه. سياده الرئيس لما جيت قناه السويس وجبنا في الانفاق وجبنا الحفارات من بره وبدات الايدي العامله المصريه هي اللي تنفذ، احنا قدرنا بالخبرات اللي مصر استفادتها من مشروع قناه السويس الجديده اللي تم افتتاحها قبل كده، بقينا احنا قادرين بعدم الاستعانه بخبرات خارجيه ان احنا نقدر نعمل ده بسواعد مصريه بتكنولوجيا مصريه. فالموضوع ده لما يتم بايادي مصريه بنسبه 100% يبقى فعلا
التواجد بتاع سياده الرئيس ان احنا بنستفيد بالخبرات الاجنبيه في المشاريع السابقه ونقدر نوفر العمله الاجنبيه اللي ممكن ندفعها للشركات الاجنبيه لما تيجي تنفذ مشروع مشابه، يبقى احنا كده ماشيين على الرايت تراك، على الطريق الصحيح فعلا. لما بنعمل مرحله اولى بايدي اجنبيه بالشراكه مع الايدي المصريه، مرحله ثانيه تبقى 100% ايادي مصريه، ده معناه ان فعلا احنا قادرين نستوعب التكنولوجيا. اخر سؤال بساله لحضرتك، يعني خلال السنتين ان شاء الله اللي هيتم من خلالهم تنفيذ او في خلالهم تنفيذ المشروع، هل ده هياثر على حركه الملاحه في القناه؟ لا يا فندم، انا باكد لحضرتك بنسبه 100% لا، عمره ما هياثر على حركه الملاحه. والدليل على كده ان المشروع الاولاني اللي كانت فيه قناه السويس على مدار سنه بيحصل فيها تكريك وتعميق بطول 72 كيلو لم تتأثر حركة الملاحة لمدة يوم واحد، لم يحدث ان حصل، لان هيئة قناة السويس عندها الخطط البديلة اثناء عملية الحفر ان هي تقدر ممشية القوافل السفن بدون دقيقة واحدة تأخير. فانا بأكد لحضرتك ان هيئة قناة السويس حاليا بقيادة مع الفريق أسامة وفريق العمل اللي موجود من شباب مصر واللي اغلبه شباب، وانا باكد لحضرتك ان اغلبه شباب، قادرين على اداره قناه السويس وان هي تقدر تخلي حركه السفن ماشيه بمنتهى الاريحيه بدون اي توقف. واحنا كلنا ثقه في ذلك، يعني كل نجاح وتوفيق ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يعني في خلال 24 شهر يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ عمرو الشافعي الخبير الملاحي. النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان اتكلم عن القضيه الاهم اللي الرئيس نفسه قال انها بتقلق المصريين، وهي السد الاثيوبي. قال ان الحفاظ على حقوق مصر المائيه أمر لا يمكن تجاوزه، وأن التفاوض فيما يخص السد عملية صعبة وشاقة. الرئيس قال وأكد أن القلق ده طبيعي لدى المصريين لأن ده دي حياة، وأكد كمان أن لازم تكونوا متأكدين يا مصريين أن مسار التفاوض محتاج صبر وتأني وما تستعجلوش. النتائج أي نتائج لازم ما نستعجلهاش ويكون فيها صبر، ونكون كمان واثقين أن الله سبحانه وتعالى وفي بلدنا وفي قدراتها على الحفاظ على حقوق مصر المائية. ده أمر زي ما قال سيادة الرئيس قبل كده مش ممكن أي حد يتجاوزه. الرئيس أشار خلال اجتماعاته في الأيام الأخيرة بالمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي واستقبله الرئيس الكونغولي الذي بيشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، كاشفا أن الهدف من تلك الاجتماعات هو الوصول لحل هذه المسألة، قائلا مسألة بنعتبرها من المسائل الحساسة جدا والمهمة. نتابع مع حضراتكم جزء من كلمة فخامة الرئيس. موضوع سد النهضة والتفاوض بشأنه، انا كل اللي هقوله لكم حاجه واحده بس، انتم من فضلكم اقلقوا لان ده طبيعي دي حياه، لكن لازم تكونوا متاكدين ان المسار بتاع التفاوض بيحتاج صبر وتاني وما تستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين من الله سبحانه وتعالى، ثقتكم في ربنا سبحانه وتعالى وفي بلدكم وفي قدراتها، في بلدكم وفي قدراتها، ان الحفاظ على حقوق مصر المائيه ده امر زي ما قلت مرة قبل كده ما يعني مش ممكن حد هيتجاوزه، بس ما تستعجلوش وتتصوروا ان الامور يعني كل حاجة لها ترتيباتها وليها تدبيرها، والتفاوض عملية شاقة وصعبة واحنا بنضغط، وزي ما انتم شفتم يمكن خلال الفترات يمكن الاسبوع ولا العشر ايام الاخرانين استقبلنا مبعوث امريكي للقرن الافريقي واستقبلنا الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الافريقي تشيسكيدي عشان هذا الموضوع نتكلم فيه، ويعني الجهد والحركه ماشيه على ان احنا نصل الى يعني حل لهذه المساله اللي هي بتعتبر اللي بنعتبرها من المسائل الحساسه جدا جدا والمهمه جدا جدا، ولكن زي ما بقول كده القلق اللي انتوا فيه قلق مقدر ومشروع، وانا يعني سعيد بيه لان انتم اهتمامكم ببلدكم ده امر رائع الحقيقه، لكن كمان لازم تكونوا متاكدين ان شاء الله احنا حقوقنا لن يتم التفريط فيها.
الحقيقة أمر تاني كمان اتكلم فيه فخامة الرئيس النهاردة هو نجاح دراما رمضان هذا العام في تناول الأحداث والمواقف الصعبة اللي مرت على مصر والمصريين، والحمد لله قدرنا ان احنا نتجاوزها بتضحيات المصريين، وازاي ان الدراما قدرت انها توصل فكرة ان كل بيت في مصر فيه شهيد وفيه مصاب من قطاعات الدولة، من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس والمواطنين، وان من تلقى الرصاص والعبوات الناسفة والمتفجرات هم أبناء مصر من الجيش ومن الشرطة من شعب مصر. الرئيس أيضا قال أنه لما حذر في 24 يوليو في عام 2013 من تحذير من الإرهاب المحتمل، وأن وقتها الدولة لها رؤية من دراسات وأيضا تقديرات موقف تستشرف في المستقبل، ورأت هذه التقديرات أن هناك تحدي هيواجه الدولة المصرية في هذا الملف. نتابع جزء من كلمة الرئيس. خلال الشهر الكريم ده كانت الدراما بتتناول قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا، وهنا يعني مش هيفوتني وما افتكرش هيفوت اي مسؤول في مصر انه يقدم التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين اللي هم زي ما كنا بنقول دايما قبل كده، ويمكن ما كانش واصل يعني تماما للناس ان اللي تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة والمتفجرات هم ابناء مصر من الجيش والشرطة، تلقوه بالنيابة عن او بدلا من ان ما يتلقاه شعب مصر. طبعا قبل اجازه عيد الفطر اللي احنا كلنا بننتظره وبنحتفل بيه بطريقتنا في التجمع والمعايده على اصدقائنا واحبابنا وعلى اسرنا، كان لازم ننبه حضراتكم وناكد بشكل متكرر ومستمر ان التجمعات والعزومات خلال شهر رمضان كانت سبب في تزايد عدد الاصابات وللاسف كمان الوفيات بفيروس كورونا او كوفيد 19. عشان كده مجلس الوزراء واللجنه العليا لاداره ازمه كورونا اتخذت عده قرارات في اخر اجتماع ليها الاسبوع اللي فات، واللي اعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منها ان مثلا مواعيد غلق كل المحلات والمطاعم والمولات هتكون الساعه 9 مساء، حظر اي احتفالات او فعاليات فنيه في المنشات والفنادق وغيرها، اغلاق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ وايضا الشواطئ العامه. يتبقى بقى حاجه واحده، دورنا احنا كمواطنين ان احنا نحافظ على نفسنا، نحافظ على اسرنا، نحافظ على بلدنا، نحافظ على اهلنا، يكون عندنا مسؤوليه شخصيه وايضا مسؤوليه مجتمعيه. لازم نتجنب التجمعات واللقاءات بقدر المستطاع علشان نتفادى انتشار عدوى فيروس كورونا خلال فترة أجازة العيد، عشان نطلع منه آمنين وسالمين ومتفادين إن إحنا أي حد فينا يصاب بالفيروس، لأن الإصابات للأسف لسه بتتزايد بدليل الأرقام اللي أعلنتها وزارة الصحة امبارح، واللي سجلت 1150 حالة إصابة جديدة و68 حالة وفاة. الحقيقة يعني في كمان بعض من النصائح اللي أدتها وزارة الصحة، وزارة الصحة والسكان أكد إن هو بيفضل مثلا حاجة من الحاجات اللي لقيتها ان احنا ننظف فلاتر التكييف، مفروض انها تتنظف كل 12 ساعة علشان نمنع انتشار عدوى كورونا. اشارت الى ان التكييف ممكن ان هو ينقل المرض، خاصة التكييفات المركزية والتكييف الشباك اللي بتعتمد على تحويل الهواء السخن الى هواء بارد. اكدت برضو ان افضل انواع التكييفات اللي بتعتمد على الهواء الخارجي. وزارة الصحة كمان قالت ان افضل انواع التهوية هي التهوية الطبيعية، يعني هوا ربنا، نفتح الشباك وندخل هوا طبيعي للبيت او مكان العمل، اي مكان احنا فيه نهوي بالهوا الطبيعي. وقالت برضو ان المراوح بتبقى ممكن انها تساعد ان هي تنشر الفيروس، ان هي بتحرك الهوا الموجود لو الأوضة مغلقة فبتحرك الرزاز اللي موجود. اضافت كمان ان هو يجب ان احنا نشغل التكييفات فترة ونعتمد على يعني فترة محددة ونعتمد على التهوية الطبيعية الفترة الأكبر من الزمن، واعتقد يمكن الفترة اللي جاية في مع التحسن الملحوظ في الجو ده كمان هيساعد ان احنا ما نعتمدش على التكييفات زي ما كنا يمكن في الاسبوع او 10 ايام اللي فاتوا. وزارة الصحة الحقيقة حريصة جدا انها
تقدم كل النصائح والتوعية المستمرة عشان نقي نفسنا من فيروس كورونا ونعدي هذه الجائحة بسلام. معنا مع حضراتكم دلوقتي على التليفون دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة. دكتور أمجد مساء الخير، كل سنة وحضرتك بألف صحة وسعادة وخير. وحضرتك طيب يا فندم. طبعا احنا موضوع فيروس كورونا ده احنا بقالنا سنة وكذا شهر بنتكلم فيه، فيمكن قد نعتقد ان احنا فهمنا ما هو الفيروس او نتفاداه ازاي، ولكن مع هذا عايزين نعرف ليه برضو في الفترة اللي فاتت في تزايد في الاصابات اليومية بفيروس كورونا. طبعا احنا الفترة اللي فاتت في زيادة كبيرة في الاعداد والكيرف بيزيد سواء كان الاصابات والوفيات، وده حذرنا منه ان احنا هيكون عندنا ذروة بعد رمضان بسبب اشياء كتير جدا. اول سبب طبعا رمضان وتجمعات وتزاحم. ثاني سبب الناس حصلها ما يسمى بالفطور او اللامبالاه بسبب زي ما انت قلتي بقى لنا ايه سنه وشهر بنقول للناس الكمامه الكمامه، التباعد، الناس زهقت من فكره انها تلتزم فتره كبيره بالكمامه، وده زود الاعداد بنسبه كبيره جدا. حاجه ثالثه ان احنا موسم اربعه وخمسه هو موسم تغيير فصول، تغيير فصول موسم نشاط فيروسي الربيع ونشاط الفيروسات والاتربه، فبينشط فيه فيروس البرد والانفلونزا وكورونا. عندنا موسم وعندنا لا مبالاه من الناس واستهتار، وعندنا تجمعات كبيره جدا رمضان وقهاوي وعزايم والناس ما كانتش ملتزمه. الثلاثه دول ساهموا بنسبه كبيره جدا جدا ان احنا بقى عندنا مجادله، عندنا زياده في الاعداد، زياده في الاصابات الفتره اللي فاتت. طب يعني في حاجة من الحاجات اللي يعني شددت عليها أو أكدت عليها وزارة الصحة، وهي إن احنا نقلل استخدامنا للتكييفات سواء بقى كانت التكييف الشباك أو أجهزة التكييف المركزية، لأن ده بيساعد على انتشار الفيروس من خلال الهواء اللي بيكون في المكان اللي احنا فيه. ويعني ذكروا إن احنا مفروض إن احنا ننظف الفلاتر كل 12 ساعة. هل فعلا التكييفات ممكن ان هي تساعد في انتشار الفيروس؟ عندنا تكييف عادي وعندنا مروحه وعندنا تكييف داخلي اللي هو المركز. تمام. تكييفات المراكز التجاريه زي المولات دي مشكله انها من اسوأ الاماكن لانها اماكن مغلقه. التكييف بياخد من اوضه لاوضه، النفس شخص في اوضه، النفس شخص تاني في اوضه، دورته داخليه، ياخد هواء من الحجرات حجرات تاني مش من الهواء الخارجي للاوضه. ودي مشكله كبيره جدا لان ممكن شخص يكون مصاب داخل حجره داخل مول او مركز تجاري، تكييف الهواء من هنا تحطه هنا، مكان حكومي في تكييف متعدد مركزي بص بياخد الهواء بالداخل للداخل، ودي مصدر نقل العدوى، وده بالنسبه للتكييفات المركزيه. بالنسبه للتكييفات المنزليه انا في التكييف في البيت لو انا عندي شخص مصاب المروحه والتكييف فرصه كبيره جدا انها تنشر الرذاذ بتاعه داخل المنزل، فمش محبذ ان احنا نستخدمها بالذات لو عندي شخص مصاب داخل المنزل او مشتبه باصابته. يفضل التهويه الطبيعيه، يعني نفتح الشبابيك ونهوي، ولو مضطرين واحنا ما عندناش شخص مصاب هننظف باستمرار وهنفلتر باستمرار. وانا عايز اقول كمان ان احنا نصيحه كمان لمرضى الحساسيه، التكييفات بدايه شغلها دلوقتي مصدر للاتربه وعده الفراش والفطريات المتراكمه داخل التكييف واحد مصادر كمان الحساسيه. وهتدخل نفسك وانا الازمه والتعب اللي بيجي لي ده من التكييف، ولا انا عندي كورونا وانا عندي برد، ولا الكحه دي من التكييف ولا من المروحه. عشان كده بقول للناس نقلل من استخدامنا المراوح والتكييفات بذروه وموجه شديده من كورونا، وخصوصا مرضى الحساسيه لانهم عارفين مشاكل التكييف وما ينقله من حبوب لقحوات زبا وعده فراش وفطريات تاثر على صدرنا ومراخلنا، وادخل نفسي في مشكله في ازمه حساسيه ولا انا عندي كورونا. وبينقل لو بالذات لو انا عندي مصاب الهواء ده ينقل رذاذه داخل الشقه كلها، فبالتالي لا ينصح بها بالذات لو عندي شخص معزول او مصاب داخل المنزل. اما التكييفات المركزيه انصح الناس بلاش نتجمع في مولات، خلي لو هنخرج نروح اماكن مفتوحه جيده للتهويه بالذات في العيد، بلاش الاماكن المغلقه اللي تستخدم تكييفات مركزيه. بس دكتور امجد مع ارتفاع درجات الحراره بيكون من الصعب جدا يعني اي حد ان هو يتواجد في مكان حتى لو في تهويه طبيعيه، لان بيبقى صهد الدنيا بتبقى حر وممكن كمان درجه الرطوبه تبقى عاليه فيبقى التنفس حتى صعب. فيعني الناس تتعامل ازاي؟ هل افضل ان الواحد يشغل مروحه بحيث انها برضو بتحرك الهواء في المكان اللي احنا قاعدين فيه ويتجنب تشغيل التكييفات؟ هنتكلم لو انا خارج، انا مفضل ان انا ما اخرجش اصلا لان احنا نصيحتنا للناس انا ما اخرجش واروح اماكن مغلقه ولا تجمع لان انا في ذروه. تمام. نصيحه ان انا ما اخرجش. طب لو انا في البيت والجو حر، انا لو ما عنديش شخص مصاب في المنزل
ما عنديش مشكله ان اشغل مروحه او تكييف، الفكره فقط لا غير لو انا عندي شخص مشتبه بيه داخل المنزل وعزله، تشغيلي للمروحه هيحرك الهواء اللي في الاوضه ويدخله جوه الشقه تاني الاشخاص الاخرين، ويخلي العدوى بدل مسافه متر ونص من شخص مصاب وعامل تباعد الهواء المروحه والتكييف ينقله الى مسافه اكبر، وبالتالي اكون انا مصدر نقل العدوى بقيه الافراد داخل الاسره. ولكن لو انا ما عنديش شخص مصاب ممكن افتح شباك مع مروحه بسيط او افتح تكييف وافلتره باستمرار وانضفه باستمرار، بشرط ان انا ما يكونش عندي شخص مصاب داخل المنزل. ان التهويه الطبيعيه بالذات لو في حاجه مصابه وطول الشمس وطول الهواء عمل تيار وحركه للهواء داخل وخارج الشقه، ده مهم جدا للتخلص من اي عدوى او هواء او رذاذ. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، ان شاء الله باذن الله نعدي فتره الذروه بكل سلامه وامن قريب جدا لو حاولنا ان احنا بقدر الامكان نلتزم بكل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه ونتجنب التجمعات او الاماكن اللي فيها ناس كثيره. هننتقل مع حضراتكم لخبر تاني النهارده. النهارده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اقر اتاحه خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الاعاقه بخصم بيصل الى 50% على باقته الشهريه متضمنه الخدمات الصوتيه والانترنت، وده من خلال شركات المحمول المرخص لها في السوق المصري. الجهاز قال ان هذه الخطوه بتاتي ضمن توجه الجهاز بسرعه دمج متحدي الاعاقه في عمليه التحول الرقمي وتمكنهم بما يضمن سهولة النفاذ إلى خدمات الاتصال والإنترنت باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري. تنظيم الاتصالات أوضح أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وفروع الشركات المختلفة بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، فعشان كده عايزين نتعرف مع حضراتكم معلومات أكتر وتفاصيل أكتر من المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. مساء الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين طيبين. طبعا دي مبادرة مهمة جدا ولكم كل التحية والتقدير عليها، أهميتها إيه المبادرة دي؟ في البداية نحب نوضح يا فندم وإيه استراتيجية الجهاز الخاصة بحقوق المستخدمين. جهاز بداية 2020 وضع استراتيجية كاملة لحقوق المستخدمين وتوعيتهم وتقديم كمان خدمات كتير ومبادرات للمستخدمين. وقدمنا مبادرات كتير جدا على مدار العام الماضي والعام الحالي ومع بداية كورونا، من ضمنها حرية التنقل ما بين الشركات بنفس الرقم، الكود نجمة 155 شباك اللي استخدمه أكثر من 6 مليون حاليا، الاستهلاك بتاع الخاص بالإنترنت الأرضي والرسائل الخاصة بيه. وكان عشان الاستراتيجية دي تكتمل كان في فصيل مهم جدا جدا في المجتمع وفصيل فعال اللي هو متحدي الإعاقة، وبالتالي الجهاز تبنى العديد من المبادرات الخاصة بهذا الفصيل اللي من ضمنها المبادرة اللي حضرتك بتتكلم عليها، وفي مبادرات أخرى جاية الفترة القادمة بحيث يسهل نفاذ هذه الفئة المهمة جدا إلى خدمات الاتصالات. المبادرة اللي حضرتك عايزة نتكلم عليها هو إن احنا طرحنا خط جديد لمتحدي الإعاقة، هذا الخط متاح في جميع أفرع شركات المحمول بداية من عيد الفطر المبارك، وتعتبر عيدية لكافة إخواتنا المواطنين من هذه الفئة. هل في إجراءات معينة يا فندم علشان نسهل الحصول على هذا الخط بالنسبة لهم؟ يعني هل في مثلا مستندات مطلوبة منهم لما يروحوا إن هم يقدموا عليه؟ في مستندات طبعا، المستند الرئيسي اللي هو بطاقه الرقم القومي ويكون معاه بطاقه الخدمات المتكامله، ودي عدد كبير من اخواتنا متحدي الاعاقه عندهم البطاقه دي. لو ما عندوش البطاقه دي يقدر يروح عن طريق شهاده التاهيل وبطاقه تحقيق الشخصيه لمتحدي الاعاقه بالاضافه للرقم القومي. كل الافرع جاهزه لاستقبالهم بدايه من عيد الفطر المبارك، وعندهم كمان كذا مواقع. يعني هو ما يروح الفرع يقول انا عايز خط متحدي الاعاقه، عايز خدمات صوتيه هيديله خط عليه خدمات صوتيه، عايز خط عليه خدمه انترنت في خط خاص بخدمه انترنت. كل الخطوط دي متاحه في الاربع شركات، وكل خط عليه خصم 50% في الباقه الشهريه، يعني كل شهر هيدفع الخط 50% عن مثيله من المستخدمين العاديين. ممتاز ممتاز، وهيقدر يستخدمه على طول، يعني اول ما بيقدم على الخط بياخده في نفس في اللحظه في نفس اليوم. يشتري الخط يدفع ثمن الخط وياخده، وهيلاقي الباقه بتاعته بتتجدد شهريا معاه بخصم 50%. وده مهم جدا ليه يا فندم؟ لان الدوله النهارده بتتبنى استراتيجيه التحول الرقمي.
الفصيل ده مهم جدا ان هو كمان يخش منظومه التحول الرقمي ويسهل علينا فازيه لخدمات الاتصالات. كل الخدمات النهارده في ظل جائحه كورونا وغيرها، ودي سياسه بتتبناها وزاره الاتصالات والدوله بصفه عامه، ان كمان الفصيل ده كمان يسهل الحصول على الخدمات والتواصل فيما بينهم عن طريق خدمات الاتصالات. هل الناس اللي معاهم خطوط ينفع ياخدوا خط اضافي، ولا ممكن يحولوا خطهم ده للخط المتميز ده او المختلف ده؟ والله طبعا يقدر ياخد خط اضافي، يعني كل الشركات هتتيح لهم الخط ده. الخط ده اضافي سواء مع خط او اثنين او ثلاثه مفيش مشكله، لكن ده خط اضافي. وسيبنا كمان للشركات التنافسيه في تقديم خدمات جديده، يعني شركه تقول والله الخط اللي معاك ممكن احوله للباقة جديده، شركه ثانيه تقول لا والله هديك خط ثاني. احنا كمان في البيان اللي احنا نزلناه وجهنا الشركات المحمول ان يحصل بينهم تنافس وتشجيع لتقديم خدمات اضافيه وباقات اضافيه لهذه الفئه، دي حاجه مهمه جدا للفئه دي. أنا بشكر حياتك شكرا جزيلا، والحقيقة مبادرة ممتازة. المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع حضراتكم نكمل فقرتنا في مساء دي إن سي. كروان الإنشاد الديني وأحد أعلام قراءة القرآن والمنشدين الشيخ طه الفشني. في سنة 1900 بمركز الفشن في بني سويف ولد الشيخ طه حسن مرسي الفشني. حفظ القرآن الكريم والتحق بمدرسة المعلمين سنة 1919، ونظرا لعذوبة صوته أسند إليه القراءة اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة، وبدأ في بلده الفشن يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن. التحق بالإذاعة المصرية عام 37، وقدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا الربع في المساء في الإذاعة المصرية. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 42 مع استمرار عمله كمقرئ. من أشهر التواشيح التي قدمها كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر. سافر إلى العديد من البلدان لإحياء ليالٍ بها، وكرم من العديد من الرؤساء، واختير رئيسا لرابطة القراء عام 62، وظل صادحا بالأناشيد حتى وفاته في ديسمبر من عام 1971. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، كما تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية. وقدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية. وتابع مع القيادات الأمنية محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد، حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة العيد. وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة. من هذا المنطلق، فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن يتم بمنتهى الجدية والالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما وجه وزير الداخلية إلى أهمية مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يطلع به المواطنون في دعم ومساندة الجهود التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.
وخلال الاجتماع أشار وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري وإحكام الرقابة على الأسواق، كما أكد على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أي طارئ، مع مواصلة الجهود في شتى مجالات العمل الأمني للحفاظ على ما تحقق من نجاحات. وأعرب وزير الداخلية عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء الدعائم الأمن والاستقرار حفاظا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة. تطورات الوضع الفلسطيني ما زالت مستمرة، والنهاردة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشقق سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وتم إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر. النهاردة أيضا عقد الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر بتطالب السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها أو تسعى لتهجير أهلها خاصة بحي الشيخ جراح. وأضاف الوزير أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف عند أسوار المسجد الأقصى بل تخطتها ووصلت إلى حي الشيخ جراح الذي بات عنوانا للصمود ومرادفا للكرامة. أوضح أن الاهتمام العربي شعبيا ورسميا بما يحدث في القدس له أكبر رسالة تؤكد على أن فلسطين كانت وستظل هي قضية العرب المركزية. طبعا دي من القضايا أو الموضوعات اللي أثارت العالم مؤخرا، وبالتأكيد في المنطقة العربية وفي مصر كمان تحديدا، ونتمنى إن شاء الله أن يتم حل هذا الموضوع في أقرب وقت. شهر رمضان المبارك زي ما حضرتكم عارفين شهر الخير، شهر البركة، شهر التراحم والتكافر، وهو من أكثر الشهور اللي بتكثر فيها التبرعات والأعمال الخيرية. بتبقى فرصة أن كل واحد عايز يعمل عمل خيري بيتوجه يعمل تبرعات مادية في مختلف الأماكن. جمع التبرعات المادية أو العينية بتبقى يعني في الفترة دي مركزة جدا، وكتير مننا بيكون محتار الحقيقة، طب هو يروح فين؟ طب يدي لمين؟ طب يتبرع فين؟ طب إيه الأماكن اللي احنا نبقى واثقين فيها أو الأولى بالتبرع ده خلال الشهر الكريم؟ تعالوا نشوف رأي الناس في الموضوع ده إيه ونرجع مرة تانية. بالنسبة للتبرع والله أنا محتارة أصلا، يعني مش عارفة إحنا نتبرع عشان موضوع اللقاحات بتاع كورونا ولا لمرضى السرطان. جمعيات الخيرية اللي هي بتصرف على مرضى السرطان، بنك الطعام، في الصدقات اللي بتقوم عليها جهات مباشرة زي الأزهر الشريف. والله أنا أفضل أتبرع للناس اللي أنا أعرفهم، يعني المساكين، الغلابة، البواب اللي عندي، الناس اللي بتمسح الشوارع، يعني حد أشوفه قدام عينيا. على قد ما بنقدر بنحاول إن احنا نختار حاجة مضمونة تمام، بس طبعا لو عملت حاجة أو كده 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 بتبقى طالعة مني لله. لا أتبرع جيراني الأقربون أولى بالمعروف. الجهة اللي أحب أتبرع لها في رمضان هي صندوق تحيا مصر. مستشفى سرطان هي دي الجهة الأكثر توافق معايا، لانه هي في ناس كتير عندها المرض، اطفال يعني، وهم الاطفال اكتر ناس اولى بالرعايه يعني. هيبقى بيت الزكاة مصري لانه جهه موثوق فيها من قبل الدوله يعني، فدي اكتر حاجه ممكن الواحد يحط فيها فلوس وهو مطمن يعني انها هتروح في مصادرها، مصادر معروفه يعني او موثوق فيها.
كلنا بالتأكيد في هذا الشهر بنكون عايزين يعني نعمل حاجات لله، عايزين نتبرع للناس اللي يكونوا فعلا محتاجين ده، واحنا كمان داخلين على عيد الفطر المبارك، كل سنة حضراتكم طيبين. بنبقى برضو بنفكر طيب يعني ازاي نوجه زكاة عيد الفطر المبارك برضو للي بيستحقوها. معانا على التليفون ومع حضراتكم الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي. كل سنة حضرتك طيب وعيد فطر مبارك. كل سنة وحضرتك طيبة وكافة المشاهدين بخير يا رب، أمور السنة بخير. بشكر حياتك يا أستاذ أيمن. يمكن الموضوع ده موضوع مهم وحيوي، لأن زي ما قلنا يمكن في البداية بنغتنم هذه الفرصة في شهر رمضان إن احنا نتبرع، ولكن بنبقى عايزين إن احنا نوجه هذه التبرعات لجهات أو أشخاص بيستحقوا هذا التبرع، لأنه في النهاية ده بيكون عمل لله. فيعني إيه هي أو إيه الأماكن اللي حضرتك بتقترح إن السادة المشاهدين يتوجهوا إليها أو من خلالها يقدروا إن هم يحطوا تبرعاتهم دي، سواء في شهر رمضان أو بما إن احنا داخلين بقى على عيد الفطر؟ كل سنة حياتك طيب، زكاة عيد الفطر. كل سنة حياتك طيبة وكافة المشاهدين بخير. طبعا ونأكد بس في البداية إن وزارة التضامن الاجتماعي بحكم مسؤوليتها عن الجمعيات الأهلية وعن تنفيذ قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، اللي بينظم موضوع جمع التبرعات داخل جمهورية مصر العربية، سواء من أشخاص طبيعية أو جمعيات أهلية أو حتى مبادرات فردية بتنفذ، لازم يحصل على ترخيص من وزارة التضامن. فالوزارة بناء عليه بتعطي ترخيص بتصريح جمع مال للجمعيات والمؤسسات والمستشفيات كذلك، حتى الجمعية اللي بتعلن عن تلقيها التبرعات وبتتصدى للجمهور بهدف تلقي التبرعات للصرف على أغراض محددة، سواء أغراض طبية أو أغراض تعليمية أو أغراض تنموية مختلفة. وبناء عليه الترخيص بيطلع لمدة سنة وبيصدر وفقا للضوابط من خلال الحسابات البنكية اللي بيتم اعتمادها في الترخيص جمع المال، ويعلن عنها في كافة الوسائل، وبيتم تصفية الحساب ده والتأكد من الصرف منه على الأغراض المخصصة ليه وفقا لأحكام القانون. طبعا زي ما حضرتك أعلنت إن احنا في موسم شهر رمضان، بكل تأكيد المصريين بحكم طبيعتهم يعني احنا شعب بنميل للأعمال الخيرية، وكذلك عشان مصرف الزكاة، فبالتالي بتكتر المصادر التلقي أموال الزكاة وأموال التبرعات خلال شهر رمضان. وعشان كده الوزارة بتتابع كل الجهات اللي حاصلة على تراخيص، والجهات طبعا اللي ما بتحصلش على تراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي بيتم اتخاذ الإجراءات قبلها حتى تحصل على تراخيص رسمي من الوزارة، ويتم مراقبة التبرعات حتى نكون أمناء على كافة أموال الزكاة وأموال التبرعات اللي الشعب بيتبرع بيها لصالح الاعمال الخيريه. سواء بقى جمعيات اهليه اللي بتعلن عن الانشطه اللي بتقوم بيها، سواء من خلال مبادرات رئاسيه زي مبادره حياه كريمه، سواء لمواجهه بعض المشكلات الصحيه من خلال تطوير بعض المستشفيات وتوفير بعض الاجهزه الطبيه بهدف دعم المنظومه الصحيه. فكل الجهات حتى بيت الزكاه والصدقات المصري من حقه يتلقى تبرعات من المواطنين. صندوق التحية مصر بخلاف زي ما قلت لحضرتك الجمعيات والمؤسسات والمستشفيات الصحية. أنا بشكر حياتك، شكرا جزيلا الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لآخر أخبارنا فقراتنا النهاردة. كل سنة حضراتكم بألف صحة وسعادة وخير يا رب، أيام عيد الفطر مبارك تكون كلها يمن وبركة وسعادة وستر وصحة وصحة، أهم حاجة نحاول بقدر الإمكان إن احنا نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، نحافظ على نفسنا، نحافظ على أحبابنا، ونحافظ على أسرتنا، ونحافظ على بلدنا. وكل سنة حضراتكم بخير.